فت الصلاة. إنزين لا مصدرة. قبل أن يدخل في الصلاة يأتي بشروط الصلاة. أقوى ما حقدر لا مصدر. عادي أخليه شرط شرط بيحكم شح قول بتوه. الأصل أن يقف يجعل الرجلين على استقامة البدن. يعني لا يفتح رجلين ولا يضم رجلين. تعشى شق وقت ود عم وقت بوشي بيل شي رغم عطون تاني تحن مغني عند وقت بتوش. طول شورة توقتش طول يخي تبيش. النظر دائما يكون الى موضع السجود. تعقاتن شبعك مش حوي شو اذاك شف سجود ديش ميت بعجي. تكبيرة الاحرام يضم الكفين. شي شكك حلوت تكبيرة الاحرام ده حر تكبير ديش. حذو الاذنين او المنكبين. شي شلك دقاتش بار محيا شي شب بلش تعن مغنع. يقول الله اكبر. الله اكبر اولتو. ثم يضع باطن كف اليمنى على ظاهر كف اليسرى. يوخا شيخ وحمد قايت راشي اهتو كيغا ايرو كيغان اشتغل تدلتو كيستي يلتو. او يقبض هكذا. يا اشتحلوت سوي. نعم. ثم بعد هذا يستحب له ان يقول دعاء الاستفتاح. تاق دعاء استفتاح او تياح السنة عمد ارى تكبير الله اكبر يا جوتي دعاء دتو. ثم يستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوخا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اول. بسم الله الرحمن الرحيم. يوخ بسم الله الرحمن الرحيم اولي. ثم يقرا الفاتحه كامله. يوخا فاتحه ديوشتو بسمه ديوشتو دق. ثم يؤمن امين. يوخا امين اولتو. ثم يقرا ايه فاكثر او سوره مثل قل هو الله احد. يوخا شين خوش دولا سع سوره ديوشتو فاتحه ديشان جولتي يا مثلا ودوشتو قول. ثم يكبر الله أكبر ويركع. يخاء الله أكبر أولي ركوع ويدي. يجعل اليد ليست مثنية هكذا. وين ما جيت رأيتن كيج نيس دوتن شو تسات تسوي. يقبض على ركبتين. يخشي شقو الحق لوتو. يجعل الرأس على استقامة واحدة مع الظهر. يخاء تن بوق ثاني تن مغني عبوتن كوارتا. سبحان ربي العظيم مرة واحدة وجوبا. واجب دو تعوز آذر سبحان ربي العظيم. ثم يستحب له أن يزيد سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. يوخا سنة دقي صو آذر. نعم. ثم الآن بين الركوع والرفع يقول سمع الله لمن حمده. شحل طعش أتبا أت مهتحة سمع الله لمن حمده أولتو. إذا استقام هنا يقول ربنا ولك الحمد. يخشى حلط عن ويلجل تحا ربنا ولك الحمد. ثم أولتو. يستحب له أن يزيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم لربي الحمد لربي الحمد. يخا تول صونا غوالي شتن سنة عدي أن دلدو عن شولش. ثم يكبر الله أكبر ويسجد. يخا الله أكبر أولشا سجد دوتو. يجعل اليدين مضمومة الأصابع إلى جهة القبلة. يخا شي شكوكا بيالكشت إيت دوتي قبلة أورد عدي دوتو. لا يرفع الرجلين. شكوك تيار حلقة بغتسوه. لابد أن يضع الباطن. إيش تعبوه بألكش ليه تخليه لا يضع المرفقين على الأرض. كيوك شي قول شا ليه تغيوه تيشات. يقول سبحان ربي الأعلى. سبحان ربي الأعلى أوتو سجوده. نعم. ثم استحب أن يزيد بما ورد. يوخد دي أن دعنا الشخ خي صوأ والي شتن. الله أكبر ثم بعد هذا يجلس. يوخ الله أكبر أولي وخبي. جلسات الصلاة تكون على هذه الصفة. يوجد واحد سجود تحلتي عن شناء واحد وشناء إيش تخبي؟ دائما جلسات على هذه الصفة. إيش تخبي شو ها سجود تحلتي عش؟ إلا التشهد الأخير يجلس هكذا. تأخر دول تشهد إيش تخبي صح؟ ليه هاي إت إرو قاعد إيش تحن بغلاني دعبوش؟ يسلم برأسه فقط. يوغا سلام لوش خناعة كوارت ثاني سلام لطوة. السلام عليكم ورحمة الله. إيش دولتو؟ السلام عليكم ورحمة الله. تون ديغ ميت تغطى دولتو. لا يثن المرفقين. إيش شي بيلش دعطى يرزتو سلام لوش. ولا يحرك الرأس. يوغ كوارت إيش واحد ستعبوتو. ولا يحرك اليدين. إيش كيوكش ميت تغطى دولتو. السنة بعد الصلاة يأتي بالأذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر الله استغفر الله يخا تسبيع ضغط سنة حمد أر سلام ديل شو تاع استغفر الله أو لقوس استغفر الله داخل العول والله أعلم.